مميز اليوم هو الأجواء على المنطقة الشرقية، ستتكاثر السحب أو تكاثرت السحب وأمطار إن شاء الله أكثر، أو الفرصة مهيئة أكثر بشكل يعني واضح على الشرق الليبي اليوم، على الشمال الشرق الليبي، وإن كانت حتى على الغرب الليبي تظهر سحب من حين لآخر تسبب في بعض الأمطار، لكن الشرق الليبي الفرصة مهيئة وبشكل واضح إن شاء الله خلال هذا اليوم على العديد من المناطق الشمال الشرقي. بإذن الله بإذن الله إن شاء الله بداية من ثلاثاء تبدأ التحسن والواضح في درجات الحرارة، الأجواء تستقر على كل مناطق ليبيا بعد أن انخفضت درجات الحرارة، ستعود إلى الدفء قليلا، وهذا ما يؤثر إيجابا إن شاء الله على المواطن في مناطق ليبيا، وطبعا حتى باستهلاك الطاقة الكهربية قل إن شاء الله خلال الأيام القادمة بعد أن انخفضت الحرارة بشكل ملحوظ. مباشرة إلى خريطة توزيع الرياح وخريطة توزيع الضغط التي نلاحظ من خلالها أن الرياح لازالت شمالية غربية، وهذا ما يجعل الهواء بارد على كل المناطق الشمال، وخاصة المرتفعات ستبقى أو سيبقى المنخفض مؤثر على مناطق الشمال الشرقي خلال هذا اليوم ويوم غد بإذن الله، وكذلك على بعض من مناطق الشمال الغربي، لكن الفرصة مهيئة بشكل واضح على مناطق الشمال الشرقي بأمطار متفرقة خلال هذا اليوم. بإذن الله تحرك هذا المنخفض تدريجيا ناحية الشرق خلال يومين قادمين، يبتعد وتبدأ يحل محله مرتفع للضغط أو منطقة استقرار جوي، ما يجعل الاستقرار واضح ثلاثاء الأربعاء الخميس والجمعة إن شاء الله تكون الأجواء أدفأ مما هي عليه الآن، خاصة على مناطق الشمال الغربي. مناطق الجنوب الغربي أيضا درجات الحرارة خلال هذه الليلة أو خلال الليل تكون أو تميل إلى الانخفاض على كل المناطق الجنوبية الغربية، لكن خلال الأيام القادمة أيضا ستستقر الوضعية على هذه المنطقة، كذلك في مناطق الجنوب الشرقي اليوم الأجواء مغيمة بسحب عالية وعابرة على هذه المنطقة، كذلك والحال على مناطق الوسط. إذن إجمالا ستكون الوضعية خلال هذا اليوم شبه استقرار على المنطقة الغربية وعدم استقرار على المنطقة الشرقية، أمطار نتوقعها خلال الـ 24 ساعة القادمة و 36 ساعة القادمة على مناطق الشمال الشرقي. مباشرة إلى خريطة توزيع السحب التي نلاحظ من خلالها السحب الهامة الماطرة تتركز على المنطقة الشمالية الشرقية في جدابية بني غازي مناطق الجبل الأخضر بصفة عامة، هذه السحب ستساهم في أمطار وتكون في بعض المناطق متوسطة على إلى جيدة بإذن الله. أما مناطق الجنوب الشرقي فتبقى الأجواء مغيمة ببعض السحب، بعض السحب تظهر على المنطقة الشمالية الغربية من حين إلى آخر والتي قد تسبب في بعض الرخات من المطر سواء كان خلال هذا اليوم أو خلال اليوم الغد، لكن الفرصة بشكل واضح على هذه المنطقة الشمالية الشرقية بإذن الله. حالة البحر بدأ أيضا البحر يعود للاستقرار التدريجي خاصة خلال اليومين القادمين إن شاء الله، وآخر أسبوع تحديدا الثلاثاء الأربعاء الخميس سيستقر البحر، الموج سيعود إلى هدوءه التام إن شاء الله، لا يتجاوز 75 سنتي، لكن اليوم لازال يصل إلى مترين أو يتجاوز المترين على الساحل الغربي ويتجاوز مترين ونص على الساحل الشرقي، يصل إلى 3 أمتار على الساحل الشرقي، فلازال التحذير قائم على مناطق السواحل الليبية بإذن الله تعالى. هذا ملخص سريع، الآن نتتبع درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم بإذن الله تعالى.